في إطار تحضير الدخول المدرسي بولاية مستغانم سيتم استلام العديد من الهياكل التربوية والمنشآت أيضا الرياضية الخاصة بترقية الرياضة المدرسية خاصة في التعليم الابتدائي. نعطي أمثلة عن بعض المنشآت التي سيتم استلامها يوم الدخول لأبنائنا التلاميذ اللي تتمثل في المجمعات المدرسية وعددها 4، الثانويات راح نستلموا ثانوية، المتوسطات إن شاء الله أيضا راح نستلموا مع الدخول المدرسي 3 متوسطات، بالإضافة إلى أقسام التوسعة التي ستتجاوز 200 قسم توسعة. هذو الهياكل في انتظار بقية الهياكل اللي راح نستلموها إن شاء الله قبل نهاية السنة. إذن الهياكل هذو كلها تم تجهيزها والشروع في عملية التي تم استلامها تم الشروع في عملية التجهيز بحيث خصص مبلغ مالي تجاوز 11 مليار سنتيم لتجديد التجهيز أمام المؤسسات الجديدة، يعني تدخل في العنوانة الخاصة بالعمليات يعني تجهيزها. إضافة إلى ذلك أيضا ما ننسوش المدرسة الرقمية، أين استفادت الولاية من 16 مدرسة رقمية حسب توصية السيد وزير التربية الوطنية. تم توزيع الألواح الرقمية على كافة المؤسسات المعنية بعد ما تم تأمينها واتخاذ الإجراءات الضرورية في مجال يعني العمل بها، وسيتم تكوين مؤطري هذه المؤسسات على العمل بالألواح الرقمية. ضف إلى هذا أيضا الكتاب المدرسي، أين تم توزيع كل العناوين، وحتى ما ننساش باللي هنا ولاية مستغانم تم إطلاق كتاب اللغة الإنجليزية الخاص بالسنة الخامسة هنا من ولاية مستغانم، شرعت في عملية البيع مباشرة بعد نهاية السنة. ضف إلى ذلك عملية مجانية اللي يستفاد منها أبنائنا كل من تحصل على المنحة المدرسية، وأيضا المنحة المدرسية تم تسديدها في أجالها المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية اللي هي 31 جويلية كافة هنا بالولاية. يعني كل التأطير التربوي أيضا حاضر بحيث تم تعيين خريجي المدرسة العليا كلهم في الأطوار التي تخرجوا من أجلها. أيضا سيتم سد الشغور في بعض المناصب عن طريق الدخول الولائي أو عن طريق التعاقد للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية أو المنصة الوطنية للرقمنة لقطاع التربية والتي تم إطلاقها يعني والعملية تسجيل فيها جارية. ما ننساش أيضا الملاعب الرياضية التي تجاوزت هنا بالمدارس الابتدائية 174 ملعب رياضي تم إنجازه يعني عبر كافة المؤسسات في إطار التهيئة والترميم للساحات للملاعب إلى غير ذلك. أيضا ما ننساش وحدة الكشف والمتابعة أين تم استلام وحدتين سيدخلان حيز الخدمة مع الدخول المدرسي. ضف إلى ذلك وحدتين الكشف والمتابعة يتم استلامهما قبل نهاية السنة إن شاء الله. أنصاف الداخليات سيتم استلام نصفين داخليتين بمتوسطتين إن شاء الله وثانوية أيضا. يعني ضف إلى ذلك المطاعم المدرسية التي سيتجاوز عددها 14 مطعم مدرسي. هذه كل هذه التحضيرات وهذه الإنجازات كلها تندرج ضمن توفير ظروف حسنة لتمدرس أبنائنا اللي نتمنى لهم سنة موفقة ملؤها النجاح والتميز إن شاء الله. احنا نوجه رسالة لكل موظفي القطاع بولاية مستغانم بأن النتائج التي حققت والتي يعني السيد وزير التربية الوطنية مؤخرا كان قدم رسالة لكل موظفي قطاع الولاية شكرهم فيها على مجهوداتهم وعلى النتائج المتميزة للولاية. بدوري أنا أكرر تبليغ هذه الرسالة، وهذا وسام شرف على صدور كل موظفي قطاع الولاية، فلابد من الصعوبة أن نبقى محافظين على هذه النتائج ونسعى إلى تحقيق الأفضل، ونحن مع بعض وما ننساش حتى الشركاء اللي يكونوا معنا. نتمنى للجميع سنة موفقة.